السلام عليكم ورحمة الله. تحية لكم أيها الأخوة الأخوات متابعي ومشاهدي قناة الحوار بريس وجريدة الحوار بريس الوطنية. معكم الأستاذ ياسين العثماني، رئيس المنظمة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات بالمغرب بجهة مراكش الصفي. والإشارة هي منظمة وطنية لديها عدة فروع على الصعيد الوطني، وهذا الفرع الجهوي ديال جهة مراكش الصفي. الآن تتواجد منطقة الحوز بالضبط جماعة واتيم دائرة تحناوت. حنا كمنظمة جاو لينا هاد الناس هادو ساكنة ديال هاد الدوار هذا، داروا طلبات ديال المساندة ولبينا الطلب ديالهم. طلعنا على الملف بشراكة مع المحامي ديالنا اللي هو عنده شراكة مع المنظمة الحقوقية أستاذ مصطفى مروزة، اللي طلعنا على الملف بجميع الحيثيات ديالو، جميع الوثائق ديالو، صنتنا لجميع الأطراف، صنتنا الطرف الأول صنتنا الطرف الثاني، والخلاصة اللي خرجنا بها هو هاد الناس هادو راه مظلومين، هاد الناس هادو مظلومين في هاد الحكم هذا. هاد الناس هادو صدر في حقهم حكم قضائي نهائي بالإفراغ من هاد الدوار هذا، دوار محطة الترف، الناس مساكن ظروفهم الاجتماعية جد قاسية، الناس ما بحالهمش، إلا نفذ هاد الحكم هذا غادي يخرجوا للشارع، ما عندوش فين يسكن. وهاد الحكم هذا تبنى على معطيات اللي هي مغلوطة. هاد السيد هذا هو عمهم، كيدعي أن هاد الأرض هادي هو شاريها منذ ما يزيد على واحد 70 سنة هادي ولا 80 سنة، هو حاليا في عمرو شي 87 سنة ولا 86 سنة. كاينين هنا أحفاد وكاين أجداد وكاين آباء وكاين أبناء أتوارثوا هاد الأرض عبر عن جد كبرين فيها، ودابا جاب هو هذيك الوثيقة قديمة منذ العهد القديم تيدعي فيها أنه شارى هاد الأرض هادي. والحقيقة اللي طلعنا عليها بشهادة ديال الأقارب ديالو وديال الأهل ديالو، وأن الأب ديالهم جدهم الأصلي هو اللي شارى هاد الأرض هادي، وهو على حين غرة كتبها بسميته. ولكن الأب فطن المسألة ملي لأنه بحكم أنه لا يحسن القراءة والكتابة، بعد ما وراه الإمام ديال المسجد الوثائق وقال له ترى الدري راه ضرب بيه فراه كتبها بسميته، ناض باش يقطع الطريق على هذه المسألة هادي وما يخلقش واحد النوع ديال الشنآن ما بين ولادو. دار واحد الإراثة، دار واحد القسمة وراثية بوثيقة بعدلية مسجلة لدى المحاكم بصفة رسمية، وقسم هذه الأرض هادي وعطى لكل ذي حق حقه ما بين ولادو وبناتو. اللي مات مات، اللي عايش راه عايش، اللي توالدو تكاثروا دابا ولا دوار، راه تنتكلموا دابا واحد 80 سنه هذه ولا 90 سنه. فهو عاد الان جا تيدلى بهذه الوثيقه هذه واستغلها لدى المحكمه، ثم استغلت الظروف ديال ايامات كورونا، فاش كان كورونا وكان الحجر الصحي، الناس هادو ما كانوش يمشيو وما حضروش الجلسات وما تيمشيوش للمحاكم، وداز الحكم واصدر حكم دابا نهائي ديال الافراغ. فحنا اللي باش باختصار المساله اللي هما فيها هو انه الحكم اعتمد على جوج نقاط اساسيه، اعتمد على الشهاده ديال واحد المراه، واعتمد على هذيك الوثيقه باش شاري. بينما الان ظهرت امور جديده، ظهرت هذه الوثيقه هذه ديال القسمه ديال الاراثه اللي ديال الاب ديالو. ثم هذه الارض هذه ما هي ملكه، ما هي ملكهم، هذه ارض ديال املاك الدوله الخاصه، هذه ارض ديال الاملاك المخزنيه، وراه كاينه دعوه قضائيه ديال املاك الدوله الخاصه ديال الاستحقاق. كيف هذا ماشي ملك، ماشي تلك باش نحكموا لهذا الشخص ولا لهذا الشخص. هذه الارض هذه ما ديالو هو، ما ديالهم هما، هذه ارض ملك الدوله الخاص املاك مخزنيه. والاشاره راه في هذه الوحده هذه اللي واقفين فيها هاد الناس هادو تيتسناو الامر بالتنفيذ ديال الحكم ديال الافراغ، راه الان في المحكمه معقودين جلستين، جلستين متوازيتين، كاينه جلسه ديال الاستحقاق لدى املاك الدوله الخاصه، وكاينه جلسه ديال النزاع ما بينهم وبين عمهم اللي متبنيها المنظمه الوطنيه للدفاع عن الانسان وحقوق الحريات بالمغرب، وواقف فيها الاستاذ محمد ديالنا الاستاذ مصطفى امروزي. هما الان تيتسناو جوج الحوايج، تيتسناو انه يا اما يجي الحكم ديال نفذوا يخرجوا من الشارع، ولا خرجوهم راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، او ايقاف التنفيذ. وحنا ان شاء الله الرحمن الرحيم تنميلوا ان يكون ايقاف التنفيذ واعاده النظر في اطوار المحاكمه منذ البدايه، لانه كيف قلت سابقا ما بني على باطل فهو باطل. وتحياتي لكم. الله يرحم الوالدين، كيكون رايش عن غايه بهايمين وبهايمين باب الشريعه. الله يرحم الوالدين، 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 الله يرحم الوالدين. قبل كل شيء شعارنا الله الوطن الملك. عاد نبداو، هاد الناس ساكنين هنا، أنا عندي 70 سنة وتلقاهم ساكنين هنا، ياك سمعتي يا لالا؟ ساكنين الناس هنايا سنين هادي،
واليوم جاهم القرار ديال الإفراغ، وحنا كنطالبوا من المحكمة الموقرة من المجلس الأعلى حتى المحكمة الابتدائية إعادة النظر في هذاك الحكم، هذاك الحكم غير متكامل. سيد اللي شرى هاد البلاد كان كلف ولده باش يمشي يكتبها في سميت باه، مشى كتبها في سميتو. قعدت القضية واحد المدة، الوالي طلع على الواقعة كي دايره، دار وثيقة لواحد الفقيه قراها ليه، قال لي هادشي راه كتب ولدك في سميتو. ملي الوالد ساق الخبر لهاد الشيء مشى جاب العدول، كتب الورثة الأولاد كاملين منهم بجمعة، كل واحد عطاه قسمة ديالو وبالعدول. هذا الأب الكبير، الأب الكبير الأصلي، ملي ساق الخبر ناض عاود فرق الأرض وقسمها على الأولاد ديالو، على ولادو بوثائق يعني قانونية، وثائق قانونية عدليا. المحكمة حكمت باسم ديك الورقة اللي كان دار. لا بلاتي تلا، حنا غاديين مزيان. ملي الأب الأصلي رد الأرض ديال الولادو، كتب لكل واحد الحق ديالو، الحق ديالو. ناض اللي هو كتقولوا أنه الإبن ديال هذاك الوارث، ناض رفع دعوة عليكم أنتم على 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 الورثة، على الورثة. أها، وكيطالب منهم باش يرحلوا، باش يخويوا ليه الأرض ديالو. الورثة مشاو تيجريو المحكمة، جبدوا الورقة ديال العدول باش يخويوا. هاد الناس هادو، هذاك راه عمي السيد اللي دعا، هادو راه عمي، وهادو ولاد عمي. إذا أنتم عائلة كلكم؟ أنا عائلة وحدة، أنا عائلة وحدة، ودارنا حنا راه هي هادي، راه هي ربعنا الميلودة بنت عمي، ربعناها ليها. ناض هاد السيد كيدعيهم، وهاد السيد راه حكمت عليه المحكمة على حق عمامتي، كانت كيدعيهم على حقهم، دا عليهم وحكمات عليه المحكمة. ومات مات راجل عمتي، وبقى داكشي راه الوراق ديال الحكم ديالو راه عند محمد ولد عمي، عطيتو دوك الوراق. هو راه حكمات عليه المحكمة بلي فراه هو بعدا اصلا، هو على حق خواتاتو. ناض كيدعي هاد الناس، دا الديور ديال خواتاتو حتى هما، دا الارض ديال خواتاتو، الارض ديال خواتاتو. حنا الدار ديالنا راه بعناها لبنت عم، لبنت عمي ميلودا، باش بعنا الدار. ناض هو جمع كل شيء، جمع كل شيء. هادشي راه انا في عمري من 68 عقلت هاد الناس هنا، هما سابقيننا لهنا، كنا حنا في تيمور، هاد الناس ساكنين هنا، هما اللي جابونا لحقنا هنا وسكننا فيه. في الاخر بعنا لبنت عمنا. ناض هاد السيد دروك ناض ليهم باغي يقلع ليهم ديالهم. السلام عليكم. السلام عليكم. قول لنا الحاجه، شنو واقع لكم هنا؟ شنو واقع هنا؟ هاد الناس هادو تنعرفهم، انا ساكنين هنا 55 عام هادي، وانا تنعرفهم ساكنين هنا. هادشي اللي كاين، انا تنعرفهم هاد الناس ساكنين هنا 55 عام. بواتهم تنعرفهم ساكنين هنا. انت من الساكنه ديال الدوار؟ انا من الساكنه الدوار بن الشيخ، بيني وبينهم 3 كيلومتر. قريب ليهم؟ قريب ليهم، بيني وبينهم 3 كيلومتر. راه مضروره شاريه من عند خوهم، شاريه انا فلوسي ما تهجم، ما قريت ما تهجم. انت ماشي من الوراثه؟ انا بنت خوهم. نيت بنت خوهم، وني راه جوج راه من عندهم. وشريت راه 36 عام باش شاريه، وكانت المسافه كاع ديال الدار على برا. ملي قلنا لي زيد علينا مشى عند القاد ديال الحاجه. ملي شريتي من عند ولد خوهم باش شريتي؟ بعقد بتنازل باش الكونترات اللي تيكونوا كونترا، يعني بعقد بيع. هو قعد راه 80 عام هادي، هو قعد ما عمرو سولو على شي حاجه، ما عمرو دار حتى لهاد العام، وناض لينا ودارني حتى انا معاهم. اللي شاريه شاريه فلوسي، فين بغيت نمشي انا وعندي الدراري، فين بغيت نديهم؟ الا باغي نخرج يعوض ليا الراجل، راه ما خلاني انا غير هجاله. فين انت عندك اليتامى؟ وعندي اليتامى تنجري عليهم، كبيت ندير انا فين بغيت نمشي؟ شكون اللي بغى يقبلني بهذا الزمان صعيب؟ وتعدى علينا هذا السيد، وكل مره تيجي تهددنا، انا تيقول لك راه بغيت تخرجي، وما عمرني زدت، راه ما كاينه كاع في الملف في المحكمه، ما مسجلاتش عندهم. وبعد طال هذا الاخر وعرفوا عليا، لاحوني معاهم، قال لك راه بغيت تفرغي وعندك ليفرا. كي داروا لهذا الشيء انا ما في راسيش واش عندي ليفرا ولا ما عنديش، ولا تيجي المنفذ هنا تيقول لك راه بغيت تخرج، فين بغيت نخرج؟ خصني نتحاكم معاهم ونعرف هدا علاش، الا باغي نخرج
يعوض لي هذا السيد، انا مستعده يعوض لي فين نمشي ونخرج ليه. ورا القبيله راه قال الله يغلب على هذا الشيء اللي واقف، راه عارف كل شيء وشاهد على كل شيء. الصغير راه صغير والكبير اللي كبر هنايا راه عارفنا. ماشي حنا تهجمنا عليه ولا شي حاجه، راه شاريه بفلوسي. واش بان هذا السيد طلبوا الله يجعل البركه في المخزن يشدينا القانون ديالنا، راه براقنا. وهذا الشيء ديالو انا ما عرفت راه كيتخدم. وانت تيجيبنا لي السيد هاد ليفراغ ليفراغ وما عرفاش تيجيو كاع ما مشاو قبلنا ديك كورونا، راه ما خدام حد. داك الشيء بيلعبوا علينا حنا. هذا اللي كتب البلاد هو بوجمعه ولده كتبها في سميتو وكلفوا باه من اللي باه شاق الخبار جاب العدول مشى قسم لولادو بالعدول. كل واحد داكشي اللي عنده راه ساكن فيه. المحكمه استغلت هذيك الورقه ديال الاول، هذه الورقه ديال العدول.